العمي نور الدين بكر اللي من بعد الله هو من الاسباب اللي خلاوني ندير التمثيل. وما عمرني قدرت نقولها حيت ما تحتش لي فرصه نقولها قدامه، نعترف زعما قدامه. اليوم الحمد لله تحت لي الفرصه وغادي نقولها فوالا. الذكرى اللي كاينه والكبيره واللي هي السبب ديال المسار ديالي هو كانت المسرحيه ديال العقل والصبوره، التاليف ديال المرحوم العربي باطمه. والحاج قال لي غادي تدخل معنا المسرحيه، مشى عند منور الدين قال لي راه بغيت مهدي يدخل. منور الدين قال حسن فلان ان شاء الله غادي يكون هذا هو الديبار ديالو. اي سي فري كان هذاك هو الديبار ديالي. هذه هي الذكرى مع منور الدين اللي ما عمرني غادي ننساها. كاين جديد في الشاشه الكبيره والشاشه الصغيره ان شاء الله في رمضان. كان بريباري واحد الكابسول انا والحاج، كانت دازت في الويب، دابا غادي نصوروها ان شاء الله للقناه الثانيه ندوزوها في رمضان الا بغى سيدي ربي. انا ما كان انا من الناس وقيل القلال اللي البوز كنسمي اون مالادي. دابا المغرب مرض بشي حاجه سميتها البوز، ولكن بارفوا كيكون هذاك البوز كيكون عنده حوايج زوينه. حيت دابا جات واحد لا جينيراسيون بوتيتر ما كتعقلش على عمي نور الدين اللي هو هرم الاهرامات ديال الفن في المغرب، وفاش دارت هذيك الكلمه رجعاتو عاوتاني للساحه الفنيه. هنا شي حاجه اللي زوينه، اللي ما تعجبنيش هو نركبو على هذيك الموجه. ولكن في هذه الحاله هذه انا فرحت لعمي نور الدين، واخا هرم بحالو ما خصوش كاع يتنسى، خصو يبقى في الذاكره ديال كاع الاجيال اللي فاتت واللي جايه. مي مزيان ما كاين بزاف المرات كيدار واحد البوز غير زايد اخاوي، ما كنستافدو منه والو. ولا لاحظتي راه كلشي كيلاحظها، البوز اللي ولا كيدار هاد الوقيته في المغرب حدو سيمانه. باغ كونطخ عمي نور الدين ومسرح الحي شدو سوكسي على مر اجيال بزاف كتعرفهم. فوالا هذا هو اللي كاين. كنت كنكون زمان كون فرحان كون شفنا في هذاك طابيروج شفنا فنانين حقيقيين سينمائيين حقيقيين، وهما اللي خصهم يكونوا هما الاولى بهذيك البلاصه. حيت انا زمان كيبقاش ليا الحال عليا، انا باقي جون، باقي ان شاء الله سيدي ربي يطول لي العمر ونحضر الفيستيفالات اخرين. ما كنشوف فنانين دوزوا حياتهم كامله في السينما، حشومه ما يكونوش في هاد الفيستيفال اللي عنده مكانه عالميه كبيره في العالم السينمائي. حشومه ما يكونوش. وتا الناس اللي يحضروا ما عندهم حتى شي علاقه بالسينما كنصحهم زعما جربتوا الطابيروج د مراكش. ايوا بركه عليكم صافي. تشجيع الشباب اللي ضرب تماره وقرا باش يدير واحد المهنه، ما نبقاوش نشجعوا اي واحد اللي غير اللي دخل اي حرفه على قبل باش يعرفوه الناس كيكون ما كيمشيش فيها مزيان. تشجعوا الشباب اللي خاصهم يتشجعوا. تحيه للجمهور المغربي كامل، وتحيه للجمهور ديال قناه دارنا. وداكشي كنفرح ملي كنشوف دي جون قدامي هما اللي تيديروا الصحافه وتيسولوا اسئله زوينه في المستوى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.